السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عجبني شكل كده الحائط من الحجر، وكان فيه جزء منه معمول زجاج. طيب خلينا نظبط الماتريال. اجي هنا واقول له فيتشر، هاجي هنا واقول له ان انا عايز اغير في الماتريال. ده شكل الحجر بس كده على الخفيف، فاقول له ايديت، وهاجي هنا الماتريال واقول له هنا ستون، لو ما لقيتش الستون اللي انا عايزه ممكن اجي هنا في الجزء اللي تحت وابدا اشوف. اقول له اوكي، اقول له اوكي، بالشكل ده. طيب انا عايز ابدا ارسم بقى جزء منه كده اخليه زجاج، ممكن اعمل سيلكت عليه تمام واقول له ايديت بروفايل وابدا ان انا اعدل في الشكل بتاعه، او ممكن بقى ارسم زجاج اركتكتشر، اختار كيرتن وول not defined، يعني لسه ما تحطش في اي تعريفات خالص، وهاجي هنا كده واقول له ان انا عايز ارسم زجاج edit type، واقول له automatic embedded، يعني اطرح الجزء اللي انا هرسمه من الحائط اللي موجود، وبعد كده هبدأ أرسم لاين عادي. بالشكل دوت. طيب تعال بقى نشوف في 3D. انا هاجي اعمل سيلكت على دوت، ممكن تقول له انا عايز اشوف في 3D، او تقول له اعمل ايديت للبروفايل. طبعا مش هينفع في البلان، فهيقول لي افتح سيكشن او اليفيشن او في 3D، فممكن ترسم بقى من خلال بقى السي بي لاين مثلا، او من خلال الارك زي ما انت عايز. تمام اهو، حسب بقى الشكل اللي انت عايزه. مثلا هقف عند هنا كده واقول له تريم من هنا لهنا ومن هنا لهنا، واقول له اوكي. في خط هنا محتاج ان انا ايه اظبطه سنه كده. تمام واقول له اوكي، خلاص يطلع بقى معايا بالشكل دوت. تمام ده كده لو احنا شفناه بال3D. هيظهر معايا بالشكل ده. طبعا نقدر نغير الماتيريال دي، نديها لون يكون بلو بحيث يكون اوضح. هنا الازاز شفاف اكتر من اللازم، فممكن ندخل هنا في الايديت تايب نشوف الماتيريال، ممكن نخليها جلازد تقل كده افضل شويه، ممكن حتى ديت نعمل لها روتيت بحيث تبقى موجودة برضو في الحائط اللي جنبيها. هقول له روتيت واختار كوبي واخليه من هنا
لهنا، يبقى معايا في 3D بالشكل دوت. طبعا دي بقى لازم ان انا اتحكم فيها، لا اما الازاز ده اخليه يبدأ من جوه شوية، لا اما اغير في الحائط. يعني ليها كذا حل ممكن ابدأ اشتغل عليه. يعني ممكن اجي هنا اخليها تبدأ من هنا شوية، وكذلك دي اخليها تبدأ من هنا شوية، تظهر معايا بالشكل ده.